انا اقول لكم شلون الدنيا تغيرت علي. يوم انا على الخط اليسار وماشي 120 وسياره وراي جايه طيار وتترك لي تعطي لي الكشاف العالي تك 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 تبيني افسح الطريق. لا هو سياره شرطه ولا هي سياره اسعاف، بس احد بالسياره بيلحق على ولا شيء، واضح انه ما راح يلحق على ولا شيء وقاعد يترك لي. ففي سيارات على يميني، قلت انا 120 ما راح ازيد عن 120 لين يصير مجال بفسح الطريق. فالسياره اللي وراي خففت كعت بريك عشان بس تلحق علي. فاللي بالسياره عصب علي، انا ما فسحت ولا وحده لابسه عبايه لابسه حجاب لابسه هذا كله، ومو عاجب ان انا ما فسحت الطريق في الوقت المناسب. عصبت علي تقول لي اصفط يمين، ها اصفط يمين، تأشرني تقول لي اصفط يمين. انا هني انصدمت، توني طالع من السجن، قلت والله العظيم والله العظيم. انا يوم شفت الدرجه هذه اللي وصلنا فيها في الكويت، او نو او نو او نو، مو شرط تعرفني ولا ما تعرفني، مو هذه السالفه. السالفه شنو هالجرأة عند البنت هذه اللي شرطه على الخط السريع ومو عاجبها اني ما فسحت بالوقت المناسب تصفطني تقول لي اصفط. انت من صدقك لو عندها ظرف ما تصفطني. انا طبعا تجاهلتها، لو عندها ظرف ما كانت تبي تصفطني. معصبه من صدقكم انتوا؟ لا ما وقفت، ليش اوقف؟ ايش دعوه عادي؟ لا ما راح اوقف، لا ما راح اوقف، مستحيل. شنو هالجرأة اللي عند البنت هذه اللي انت اوريدي فوق السرعه وتدرين انا سيارات على يميني؟ يعني انا مو بالخطأ، لو انا مخطئ مو مشكله، لو انا ماسك الخط اليسار وقاعد امشي 60 80 ليش الحق ازعلي علي اما وقف دربك؟ بس انا اوريدي ماشي 120، انا اوريدي ماشي 120، نطرت السيارات اللي يصير في عندي فراغ عشان افسح لها الطريق. بس انا ترى ما راح اطمر فجاه لا دمنش اعطيتيني ليت، لا ما راح اطمر، ما راح اوخر على طول، مو على كيف امك، مو على كيف ابوك، والله لو انت من وراي الوحيد اللي بفسح له الطريق سياره الشرطه وسياره الاسعاف وسياره المطافي، هذا اللي بسويها طوارئ واوخر، بوقف السياره بعد. بس انت تبي تروح تلحق على عرس امك، انت تبي تروح تلحق على ديوانيه، انت متاخره على كوافير ولا على الصالون ولا عندك موعد جلديه وتاخرتي عليهم الوعد 10 طلعتي 10 و10، مو ذنب امي ان انا لازم اوخر، ما راح اوخر، متى ما قدرت متى ما في مكان ابفسح الطريق. ما هي تعاون، يعني انا الحين انام على اللي جنبي على طول مثلا، انام على اللي جنبي مثلا، مساله تعاون؟ كمان مان ليدي مريم اقول لك تقول لي اصفط، هذه من صدقها هذه. ليدي مريم في ناس يغارون منك الظاهر هنا، شوفي طال عمرك هذا واحد منهم، ريال يغار من بنت، يلا استلم. هذا اللي انا قاعد اقوله، من هديتكم 13 سنه ورجعت تغيرت احوالكم؟ ريال يغار من بنت، بنت بتصفط ريال مو عاجبها ليش ما فسح لها الطريق بالسايد اليسار؟ ايش صار فيكم؟ ماذا دهاكم؟ اهدكم 13 سنه ارجع لكم القى كل واحد غير الكرسي ماله، لو كل واحد قاعد على كرسيه مو ابرك؟ دعم كله من لعبه الروضه هذه، ويخلونا نفرفر ورا الكراسي لين كل واحد منكم قاعد على كرسي الغلط. انا هذا اللي قاعد اقول لكم فوفو، انا ترى ما كنت على غلط، انا اللي تعجبت منه، انا اوريدي 120 ايش بس بطير، انا ترى راكب تاهو مو فراري ولا بورش. وصلنا مرحله غريبه، ريال يغار من بنت، ليش بس تكلمها هي؟ لا تبي اكلمك انت بعد؟ يا حليلك يا الاسد، تلقاه شنب وعوارض وقاعد بالديوانيه. اي ما اي ما لايف جوز اون. مرحبا السلام عليكم، يلا حي يا مرحبا، ابشرك الحمد لله كله تمام، يا مرحبا خذ راحتك طال عمرك. طلعتوا من كينز؟ ما عندهم يا مرحبا الله يحييك، صدق والله غير ما شاء الله، يا مرحبا الله يحييك، السلام عليكم، احلى بالصدق صح ولا لا؟ يا مرحبا السلام عليكم. عندهم عيش بكينز ولا؟ المفروض يحطون عيش، تعملون بالصباحيه يا حبيبي. السلام عليكم. عندكم تشيكن راشد ولا؟